تعرفي يعني سفاح؟ والله ما اعرف اي حاجة عنه. ايه النزام يا معلم؟ اشتري البضاعة ولا ايه؟ الصبر حي منك ليه؟ لا لا حلو ده مفيد ده. مفيد ازاي يعني؟ لا لا مفيد اشربي بس. بقول لك ايه؟ اسمعيني كويس. مش عايز اعرفك بعد كده تاني. مش فاكراني؟ خبطت امبارح. احنا بقالنا كتير قوي عارفين بعض عشان كده لازم اقول لك على كل حاجه بصراحه. صدقني غلطان اني عرفت واحد حقير من الاول زيك. حقير؟ ايه؟ تعالي هنا. النقاط الكلام تقدر حضرتك تقول لنا مين لحد دلوقتي ما كانش الاب بتاع سفاح؟ انت خلاص ده انا مش هعرف اساعدك بعد كده. اسمعيني يا سيدي، في حاجه جت لي المكتب ببريد من المكتب. عليك وعليها. انت شكري؟ تعال. البنت اللي مع شوقي في الصور هي نفس البنت اللي اكتشفها انها معاك. انت مين؟ اسف. ما هو انت هيطلع منك كل ده؟ بس توصل للقتل؟ لا طبعا مستحيل. والله في داهية بقى. وبكده يا سيدات والسادة نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة من برنامجكم الجريمة اليوم.